حسين يا غريب. لما سقط من على ظهر جواده إلى الأرض يقول أهوى إلى التراب، صنع وسادة من التراب، ما يقدر يقوم مولاي أبي عبد الله، خلال وسادة من التراب تحت رأسه. الله أكبر، وين عينه؟ وجه وجهه إلى خيامه، إلى بنات رسول الله، ينظر إلى زينب، إلى رقية، إلى سكين، إلى بناته، إلى أحبته. وين وسيلة؟ وسيلة يا حسين، أهل الدمع من عيني. وسيلة وكتبه بصفحة مصابك، وسيلة احنا غيرك ابد ما قلنا، وسيلة وحبك فرض من رب البرية، والله حبك فرض من رب. يصير ما نذكر العقيلة، ذكرناها بالاسم، خل نذكر رثائها أيضا لأخيها، ابنة حيدر، ابنة الكرار، تقول لأخويا تعنيت مهضومة الولينة، أدور بالمعار حسين وينه، شايف اللي رايح الى المقبرة يدور قبر حبيبه وما يلقى ينهضم، تقول ادور ادور بالمعار حسين وين. قامت تنادي لما نسمع نخت الحنين، التفت لي وعلي دار عين، ظن ظن حصل واحد يعينه، انا ظني طعن طاعنينه، اشده ويقوم حسين لينه. يا ويل انا لقيت العادم قطعين، اي والله لقيت العادم. يا اجيت وعلي اعداي، انتم يقولون اخت الغريب ما شرب ماي، والله شو تقول يا ابن امي ويا رجواي، انا جيت وما جبت الحرم وياي. حسين تبكيك العيون دما، يا غريب كربلا صبري غريب، مولا يا حبيب الزهرة، يا حبيب رقي، مولاي تبكيك العيون وتبكيك القلوب، يا حسين القلوب، يا أبا عبد الله